bit was yet to happen. يجب أن تهزم الفوضى بزراع السلام الذي هو الحرب، الحرب الحقيقية، لكن بطريقة حفظ السلام. يعني أي الأمم المتحدة لديها قوات حفظ السلام، فهذه القوات يجب أن تلعب دور الآن مع الجامعة العربية ومع الدول العربية لحفظ السلام في سوريا. العرب جنبا لجنب، جنبا لجنب مع العرب، لإسقاط لإنهاء الفوضى. نحن سنعمل على إسقاطه ولو تأخرنا، لكن سنعمل على إسقاطه. الآن صار إسقاطه أصعب من بداية الأحداث، لأنه كنت أقول أن لدي أصدقاء عرب، وكانت قطر معه صديقة، وتركيا كانت صديقة، وإيران صديقة، وهؤلاء الناس إيران يفهمون، وتركيا والمسلمين يفهمون، والعرب في الخليج منهم يفهمون، والأوروبيين يفهمون، وكانوا كلهم معه. قلت هل يعقل أنهم لا يستطيعون أن يوجهوا؟ فيبدو أنه لم يستطع. أنا سأعمل ولو متأخرا ولو بصعوبة بعد هذا التأخير، سأعمل على إسقاط النظام وعودة السلطة للشعب، وإعادة السلطة للشعب. ليه؟ مشان بعدين لما يقدموك يكون عندنا صورة هيك لإلك. وقت اللي طلعت من سوريا وأرسل لي عمر محمد القذافي 200 مليون دولار، فاشتريت بهم، عشت فيهم وبهم بها، واشتريت فيها فندقين، واشتريت فيها بعض الأشياء، لكني خلال هذه 30 سنة بعتهم كلياتهم وصرفتهم. أنا حدث فيه عن مشروع النهضة القومية.